غرار بقي مؤسسة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المؤسسة ديالنا تتحتفي بالفعاليات ديال اليوم الوطني للسجين. هذه الفعاليات اليوم كما تتشوفوا اليوم الختامي اللي جاء من بعد أسبوع ديال مجموعة من البرامج اللي قدمتها المؤسسة للنزلاء ديالها بمعية شركائها المندوبية ديال التعاون الوطني اللي قدمتنا مجموعة ديال البرامج الإدماجية المرتبطة في شعبة الطبخ، في شعبة ديال الحلاقة، في شعبة ديال الديكور الداخلي. هاد الشعاب هادو مكنوا النزلاء من انهم وهاد الدورات التكوينيه مكنوا النزلاء من انهم يحاربوا الاميه الوظيفيه واكتساب مجموعه من المهارات الجديده، هاد بالاضافه لاستفادتهم من مجموعه من الندوات التحسيسيه في مجال كيفيه اداره المشاريع وفن التخطيط. كما قامت المندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه بمعيه المجلس العلمي المحلي بتنظيم مجموعه ديال المسابقات في فن التجويد مع امسيات دينيه وصلات فنيه في فن السماع والمديح، وكان الهدف من هاد الدوره ديال البرامج ديال الدينيه وهذا هو نبذ التطرف والتشدد واشاعه فكر التسامح والتعايش بين النزلاء. بالاضافه لذلك قامت المديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه والثقافه بمجموعه من الدوريات في كرة القدم، في كرة السلة، في كرة الطاولة، ولعبة الشطرنج. استفاد منها فئة واسعة من النزلاء. قامت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمجموعة من الندوات التحسيسية بخصوص مجموعة من الأمراض المعدية ومن أجل الوقاية منها. كما شاهدتوا في هذا الحفل الختامي كانت واحد الحالة إنسانية ديال واحد السجين دخل جا المؤسسة، يعني عنده ضعف حاد في السمع أصم، وبالتدخل ديال السيد عامل صاحب الجلالة نصره الله على عمالة الفيدا المقاطعة الفيدا أمر السلطان، بحيث أعطى التعليمات ديالو من أجل التكفل بهذه الحالة لفعاليات المجتمع المدني والجهات المختصة. فتم يعني تزويد هذا السجين بالفحوصات اللازمة وتجويزه بجهاز ديال السمع. هذا الحفل عرف حضور مجموعة من الفعاليات الوازنة على رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مقاطعة الفداء، السيد قاضي تنفيذ العقوبات، السيدة رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مختلف رؤساء المصالح الداخلية والخارجية للعمالة، الفاعلين في المجتمع المدني ومنتخبون. يعني هذا إن دل على شيء إنما يدل على ذلك الانفتاح الذي تنهجه المؤسسة مع الوسط الخارجي ومع مختلف المتدخلين في الشأن السجني. هو من يقول هذا الكلام هو رأي خاطئ، لأن الدولة ديالنا بقيادة سيدنا الله ينصره اتخذت نهج وسبيل واحد هو التقدم بالإنسان والإعطاء ديالو كامل الحقوق ديالو، والسجين هو مواطن على غرار باقي المواطنين. سيدنا الله ينصره أعطى مجموعة ديال التعليمات من أجل صون الكرامة ديالو، من أجل صيانة الحقوق ديالو، تحسين ظروف الإيواء ديالو، مع تنفيذ سياسة إدماجية فعالة من أجل أنه يستفد منها من بعد مرحلة الإفراج. المغرب صادق على مجموعة ديال الاتفاقيات، المغرب خدا الطريق إلى الأمام، بلد
ديال التحرر، ديال الديمقراطية، ديال هذا. فأي واحد تيقول بالرأي ديال أن السجين إلى توفرت لي هاد الحقوق وهذا، فهذا رأي خاطئ لا أساس له من الصحة. والدليل على أن الدليل عن هذا أن نماذج كثيرة للحصر ديال السجناء خرجوا من المؤسسة السجنية، وأنهم استطاعوا أنهم يبنوا حياتهم من جديد ويديروا مجموعة ديال المشاريع. عندي 10 أشهر المشاركة في النصب. أنا درت كانوا مجموعة من الأنشطة، منهم باسكت، كرة القدم، الحرف. أنا اختاريت الطبخ والحلويات ودرت فيه وخديت فيه الجائزة الأولى. ضروري كل نهار كتبقى تفكر على برا، كتبقى تفكر في العائلة ديالك، في الأصدقاء، في داكشي اللي كنتي كدير. بيان سور كيساعدك بالنسبة لهاد الأنشطة هادي، كتنسى الهموم ديال الحبس كما كيقول. كتساعدك نفسانيا. نفسانيا ضروري. إلا مزيانش السجين بحال دابا يوم ما عطاونا هاد الناس شواهد، يعني كاين اللي غياخد هاد الشهادة يقدر على برا يخدم بها ويدير بها شي حاجه في حياته. نسبه قليله وصافي، ما اكثريه كاين اللي كيخرج كيندمج مع هاد الانشطه. ممكن السجين يخرج ويندمج في المجتمع. الله يعمر هذا صراحه من المدير، سيده المدير حتى هو الله يعمر هذا كيعاملنا بحال وليداتو كل شيء. الموظفين بحال خوتنا كينصحونا. كاين السي سعيد المشرف الاجتماعي كيوجهنا، اللي عنده شي مشكل كيوقف معاه كيوجهو شنو يدير، والامور غاده مزيان الحمد لله. انا كانت عندي ما كنتش عوال كاع نجي للسجن، مكتب وصافي، وندمت كان درت شي اخطاء، والحمد لله جينا لهاد المؤسسه هذه وراجعنا نفسنا والحمد لله. هذه المره الاولى والاخر الام ديالي الله يسمح لينا منها وصافي، الله يسمح لينا منها، وهذه اخر مره واول مره. جو فينيستي اكي بور una razón de tráfico, pero ahora yo quiero mejorar, yo quiero una nueva vida. Estoy ya estoy 2 años y medio en la prisión, me restan 3 años. Yo faço muchos deportes, fútbol, ping pong y otras cosas para pasar el tiempo. Y las personas aquí son muy buenas conmigo. Todo día yo busco hacerle jugar o leer, aprender todo, pasar la escuela de árabe. Es bueno, tú que yo estoy pasando ahora es bueno, mejor. ¿Cómo te trata la gente aquí? Ah, muy bien, de gente sí, se bien conmigo. Yo no quiero esto más, es la mía primera vez que yo fiz la viaje, pero no quiero más. ¿Droga? No quiero no droga. No, sí, era droga. La verdad que le droit de l'homme, como dice el francés, le derecho de hombre a Brasil es muy bueno, pero aquí como yo juego la pelota, yo hago todas las cosas, ocupé la prisión por mí, y si no ocupé, yo quiero mejorar. Como yo juego, yo paso la iglesia, yo quiero una oportunidad de salir antes.